وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله، مع حلقة جديدة من برنامجكم دواء من السماء. هذه حلقة خاصة جدا، ففيها ضيف غال علينا أتانا من سوريا الحبيبة، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربها، ونحن إذ نرحب به. فلا أريد أن نطيل في هذه المقدمة حتى نعطيه الوقت أن يمتعنا على مدى هذه الساعة من دواء من السماء. ضيفي وضيفكم في بيته الأول، لا أقول في وطنه الثاني، ولكن في بيته الأول بالتوازي مع سوريا الحبيبة، هو المهندس عبد الدائم الكحيل، الباحث بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ومؤسس هذا الموقع الشهير الذي يدخل عليه كل من يعشقون ويدعون إلى الله بالإعجاز العلمي، كحيل7.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حللت أهلا ونزلت سهلا على مصر وأنرت قناة الصحة والجمال ودواء من السماء. بارك الله بكم ونفع بكم إن شاء الله. وفيكم بارك. الحقيقة البشمهندس عبد الدائم الكحيل هو أخ حبيب في الله، أنا أحبه كثيرا في الله، وقد التقينا في عدد من المؤتمرات المهتمة بالإعجاز العلمي في الكويت وفي تركيا وفي غيرها، وهو في مصر الحقيقة شرفنا بالحضور إلى مدينة المقطم وألقى هناك محاضرة أخذت بالألباب، واليوم إن شاء الله وجدت أنها فرصة لتكون له معنا سلسلة لقاءات على قناة الصحة والجمال نبدأها في هذه الليلة. الحقيقة القرآن الكريم مليء بالمعجزات، ولعل خالق النفس وهو منزل الكتاب سبحانه وتعالى هو أعلم من يكون بهذه النفس، وهو القائل سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فجدير بنا أن ننظر في هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حتى نستخرج هذه الروائع النفسية في نظرات متدبرة في القرآن الكريم، لأن كل ما يكتشف الآن في علم النفس الحديث هو من القليل الذي علمه الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا السبق للقرآن الكريم، وهو الذي أنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ ما يزيد عن 14 قرنا من الزمان، مليء بألوان من الإعجاز النفسي، وهو ما سيكشف لنا عنه المهندس عبد الدائم الكحيل. فلننطلق سويا قلبا بقلب ويدا بيد في هذا البستان اليانع الماتع، بستان الإعجاز النفسي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. تحب نبدأ بيه يا باشمهندس؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة كلما تأملت هذا القرآن تجد فيه إعجازا لا ينتهي، ففي كل آية هناك معجزة نفسية تشهد على أن هذا القرآن هو كلام الخالق الحكيم سبحانه وتعالى. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي الذي هاجر من مكة إلى المدينة وكان الإسلام في مرحلة ضعف وقتها، ولجأ إلى الغار، وعندما خاف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا خاطبه النبي في هذا الموقف؟ انظر إلى الإعجاز النفسي في كلمة واحدة قالها الحبيب عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف لو كان كلام الملحدين والمشككين صحيحا، أن النبي كان يريد الشهرة والمال وإلى آخره، وأنه صنع دينا لنفسه إلى غير ذلك من الافتراءات،
لو كان كلامهم صحيحا لقال له مثلا دعنا نهرب، دعنا نصنع حيلة، دعنا كذا، ولكن ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر. فهذا يشهد على أنه نبي واثق تمام الثقة من رب العالمين، وأن رسالته ستنتشر في الكرة الأرضية بشكل كامل. وهناك حديث عجيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه: سيبلغ هذا الأمر، أي الإسلام، وهذا الحديث قاله في مكة المكرمة وفي مرحلة ضعف المسلمين. لم يكن أحد على وجه الأرض في ذلك الزمن في القرن السابع الميلادي يتخيل أن الإسلام الذي كان يعد بالعشرات سوف يصبح بالمليارات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. وبالفعل في آخر إحصائيات على موقع CNN الأمريكي الشهير، وهي إحصائيات غربية وليست إسلامية، الحق ما شهدت به الأعداء. نعم بالضبط. يقولون إن أسرع الأديان انتشارا هو الإسلام، ويقولون إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي ينتشر في جميع دول العالم. ما شاء الله. بينما تجد أن الديانة البوذية محدودة في دول محددة، الديانة اليهودية كذلك، المسيحية كذلك، إلى غير ذلك من المعتقدات، ولكن الديانة الإسلامية أو دين الإسلام، لأن الله يقول إن الدين عند الله الإسلام، منتشر في كل أنحاء العالم، ويشكل أكثر من 1,800,000,000,800,000,000، يعني مليار و800 مليون مسلم، عدد المسلمين اليوم، وهم يعني الأكثر انتشارا على مستوى الكرة الأرضية. سبحان الله. لذلك هذه يعني هذه الحقائق التي نجدها في القرآن الكريم وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام تشهد على أن هذا الدين هو الحق. ومن روائع ما وجدت في القرآن ما يسمى الإعجاز النفسي، ففي كل شيء تجد معجزة لهذا الخالق الله العظيم. الله. في قصص الأنبياء يعني انظر، أريد أن أعطيك مواقف بسيطة قبل أن ندخل بالمواضيع العلمية. يعني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عليه السلام ماذا قال سيدنا يعقوب بعد أن مضى أكثر من 40 عاما على فراق ابنه كما جاء في أحد التفاسير؟ وفقد ابنه ولم يعد لديه أي أمل في العثور عليه، وقالوا لأبيهم إخوة يوسف أكله الذئب. نعم. إلى آخره. بعد كل هذا الوقت ماذا قال لهم؟ قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. فيعني ربما تعجب أن علماء النفس اليوم متفقين يعني حقيقة مطلقة أن أفضل وسيلة لعلاج معظم الاضطرابات النفسية هي الأمل، ولكن لا يعرفون كيف يمنحون الأمل لهذا المريض. يعني مثلا مريض أشرف على الموت، مريض سرطان. نعم. والله إن كل أطباء الدنيا يعجزون عن إعطائه ذرة أمل، فيحاولون أن يكذبوا عليه ويقولون أنت صحيح وأنت ستعود إلى آخره، ولكن المؤمن الحقيقي إذا قرأ هذه الآية ولا تيأسوا من روح الله، وقرأ آية أخرى في سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نعم. هذه الآية تعطيك فرحا وسرورا، بل وتتمنى أن يقترب لقاء الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا الإحساس يقول عنه العلماء إنه يرفع النظام المناعي للإنسان. نعم. يعني بالإيمان، بالصبر، بالتجلد، بالضبط، بالثقة. نعم. بالله، ثقة بالله. يقول أطباء النفس اليوم، وهذه حقيقة معروفة منذ مئات السنين ليست جديدة، إن الثقة بالشفاء هي نصف الشفاء. يعني أنت لديك مريض. نعم. عندما تعطيه أمل بالشفاء
سوف تجد أنه يستجيب للعلاج وبالفعل يشفى ولو كان علاج وهمي. نعم. يعني هناك تجربة قام بها بعض الأطباء، فقاموا بإعطاء مريض حبوب عبارة عن سكر مثلا. نعم. ليس فيها شيء، يسموها في الطب بلاسيبو. نعم. آه. نعم. حبوب وهمية. نعم. أو دواء وهمي. نعم. وقالوا هذا هو دواءك الذي ستشفى به، وبالفعل شفي. نعم. ومريض آخر كان فاقد الأمل من الشفاء، وعلى الرغم من علاجه بأساليب متطورة لم يشفى. نعم. فإذا الثقة بالله تعالى هي نصف الشفاء. نعم. وإذا قرأت القرآن تجد يعني بالفعل مئات الآيات التي تمنحك الأمل بالله تبارك وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. انظر إلى الأمراض اليوم، يعني مثلا أريد أن أعطيك معلومة وهي آخر إحصائية في الولايات المتحدة الأمريكية، 30 مليون أمريكي مصابون بالاكتئاب بشكل رسمي. نعم. كيف بشكل رسمي؟ يعني الذين يتناولون حبوب الاكتئاب. نعم. أو يأخذون علاجا منتظما للاكتئاب، مسجلون مسجلون. نعم. موثقون. نعم. العدد الحقيقي أكبر من ذلك. نعم. العدد الموثق هو 30 مليون شخص يعالجون من الاكتئاب. لماذا؟ لأنهم فقدوا شيئا يظنوه بسيطا ولكنه أساسي بالنسبة لنا، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك يحاولون علاج المرضى بالإيمان. الملحد غالبا لا يستجيب للعلاج، خصوصا إذا كان المرض مزمن ومستعصي. أصلا هو لا يعترف بوجود إله. وهو لا يعترف بوجود إله، لذلك ليس لديه أمل بالشفاء، ويخاف كثيرا من الموت وغير ذلك، لأن الموت مجهول بالنسبة له. وبالتالي اقترحوا أن وجدوا أن الذي لديه إيمان بالله يستجيب للعلاج أسرع وبشكل أكبر، فبدأوا يقترحون طريقة، يضعون ممرض أو ممرضة لهذا الملحد المريض، ويحاولون أن يقنعوه بأن هناك إله للكون وسوف يشفيه. سبحان الله العظيم. انظر، يستخدمون الإيمان لمصلحة. نعم. دنيوية هي الشفاء. نعم. سبحان الله. نعم. ولكن نحن الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذا الدين، وأنعم علينا بنعمة عظيمة جدا أن خلقنا مسلمين. وسبحان الله تجد كثيرا اليوم من المسلمين بالاسم فقط. نعم. من يتركون ثقافة الإسلام وتعاليم الإسلام ويلجأون إلى الثقافات الغربية، إلى الثقافات الغربية التي أثبت العلماء هم فشلها. نعم. يعني الآن إذا تأملت كل ما قرره العلماء، مثلا عندما أباحوا الشذوذ الجنسي. نعم. والزواج المثلي والزنا، وأباحوا النظر إلى النساء، وأباحوا الخمر، وأباحوا كل شيء لأنفسهم، ماذا كانت النتيجة؟ انهيار. كانت النتيجة أن أكبر نسبة للانتحار موجودة لدى هؤلاء الملحدين، وهذه إحصائيات أيضا في دراسات حديثة، مما يدل على أن الملحد هو أكثر الناس اكتئابا وتعاسة في هذه الحياة، لسبب بسيط أنه فقد الأمل من رحمة الله. لذلك عندما قال تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا؟ لا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانظر كل آيات القرآن، جميع آيات القرآن تمنحك الأمل. نعم. وبالتالي أنا أعتقد بل أجزم أن القرآن هو شفاء من أول آية إلى آخر آية، وأفضل شفاء. لذلك قال تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نعم. وهي الآية التي يعني اخترتها لهذا البرنامج لتكون. نعم. فاتحة وخاتمة. نعم. له. نعم. منذ 5 سنوات لم أغير البرامج، عادة الله. تغير ما شاء الله. يعني ما شاء الله. هذا اسم دواء من السماء، يبقى أفضل شيء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وهو خير كلام. أعددت لنا عددا كبيرا من. نعم. المفاجآت، وإن شاء. نعم. الله إحنا يعني هناخد حضرتك بقى كل يوم سبت، ده يبقى بتاعنا إن شاء الله لفترة شاء الله. بإذن الله نبدأها اليوم. الله. يعني نبدأ بشيء محبب للنفس. نعم. الألوان، العلاج بالألوان. نعم. هل هناك أثر نفسي. نعم. للألوان، وهل تحدث القرآن الكريم عن شيء من ذلك؟ نعم. الحقيقة يعني أرجو أن نتأمل الصورة الأولى، اللوحة الأولى. نعم.
يعني انظر هذه الألوان سبحان الله، كل هذه الأزهار على اختلاف ألوانها تسقى بماء واحد، الشمس واحدة، التراب واحد، المكونات واحدة، ولكن انظر مليارات الألوان ودرجات متناسقة جدا، يعني يعجز أكبر فنان عن رسم لوحة مثل هذه اللوحة، إنها لوحة إلهية. لذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. طبعا القرآن مليء مليء بالتفكر والتذكر، ويطلب منا دائما، يعني الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتفكر هو عبادة، يعني جلستنا الآن ليست لمجرد الاطلاع أو المعلومات أو ربما الاستفادة من معلومة ربما تفيدك في حياتك الدنيا، لا، هو عبادة لله تبارك وتعالى لا تقل عن الصلاة والصوم والحج. لذلك قال تبارك وتعالى ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فموضوع الألوان الحقيقة الله لو خلق هذه الأرض باللونين فقط الأسود والأبيض لكانت الحياة تعيسة بشكل كبير، صعبة جدا. هناك في يعني إحدى أنواع التعذيب ومن أشدها التعذيب بالألوان، مثلا يضعون شخص في غرفة لونها أحمر بشكل كامل فتجده بعد عدة ساعات يصاب باكتئاب وقلق وانهيار عصبي ولا يطيق أن يرى الحياة بلون واحد مثلا، يعني نعم. لذلك الله تبارك وتعالى أنعم علينا بهذه الألوان، وبالفعل وجد العلماء كما يعني الله ماذا قال؟ يذكرون، نعم. يعني تحتاج إلى تفكر وتدبر وتذكر. آية يعني آية من آيات الخالق هذه الألوان، في الآية نفسها بيقول مختلفا ألوان، يعني مختلفا يمن نعم. علينا باختلاف الألوان، نعم, نعم. تماما. فوجد العلماء حديثا أن كل لون من الألوان له تأثير نفسي على حياة الإنسان، نعم. يعني مثلا على سبيل المثال اللون الأصفر هو من أكثر الألوان التي تمنح الإنسان السرور، هكذا وجدوا يعني نتيجة الأبحاث والتجارب. في سورة البقرة ماذا قال تبارك وتعالى عن اللون الأصفر؟ بقرة صفراء، نعم. عن البقرة فاقع لونها تسر الناظرين، نعم. انظر ربط بين السرور وبين اللون، نعم. إعجاز. في بحث آخر أيضا بل مجموعة أبحاث ينصح العلماء مرضى الاكتئاب أن يأخذ كل يوم نزهة في جو من الأشجار واللون الأخضر، حدائق، الحدائق، نعم. ويقولون يعني هناك أحد الأطباء في ألمانيا يعالج مرضاه فقط بموضوع الحدائق والألوان، وأن يستيقظ باكرا ويأخذ نزهة مثلا قصيرة ربع ساعة أو نصف ساعة بين الأشجار في جو يعني طبيعة. ويقولون أيضا إن انعكاسات هذا اللون على الإنسان تمنحه شيئا من الفرح والبهجة. اللون حاطين صورة الحدائق حتى نعم يتوأموا نعم معها تماما، نعم. فكما نرى هنا أمامنا سبحان الله الخالق العظيم، يعني هذه طريقة حديثة جدا لعلاج الاكتئاب باللون الأخضر، ده أثبتها العلم، أثبتها العلم، نعم. نعم هناك أبحاث علمية موثقة تؤكد أن اللون الأخضر، لماذا؟ لأن التردد اللون الأخضر يقع في وسط الترددات الطيف الضوئي، نعم. يعني اللون الأحمر مزعج واللون البنفسجي أيضا باهت أو يعطي شيء من الحزن، ولكن اللون الأخضر يعطي شيء من الفرح من البهجة. أشار القرآن إلى نحو من ذلك؟ القرآن الكريم قبل 14 قرنا ماذا قال؟ نعم. قال و اللهم صل على سيدنا محمد، حدائق ذات بهجة، نعم. حدائق ذات بهجة. دعنا نقرأ الآية كاملة. قال تبارك وتعالى
وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني سبحان الله الخالق العظيم أشار إلى أهمية الحدائق واللون الأخضر، وكما نعلم الجنة تتميز باللون الأخضر. وهنا أود أن أدخل في يعني إحدى العجائب الرقمية للقرآن، تذكرتها الآن، أنك تجد يوم القيامة للجنة ثمانية أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للجنة ثمانية أبواب. هذا حديث يؤكد أن الجنة لها ثمانية أبواب، والجنة تتميز باللون الأخضر، بينما النار تتميز باللون الأسود. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهي سوداء مظلمة، أحمي عليها ألف سنة حتى احمرت، ثم أحمي عليها ألف سنة حتى بيضت، ثم أحمي عليها أوقد عليها ألف سنة حتى سودت، فهي سوداء مظلمة. إذن أعاذنا الله منها. قال تعالى لها عن جهنم وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب. إذا لدينا النار تتميز باللون الأسود المظلم ولها سبعة أبواب، والجنة تتميز باللون الأخضر الجميل الذي يثير البهجة والسرور في النفس ولها ثمانية أبواب. من مفاجآت القرآن أننا إذا بحثنا عن تكرار اللون الأخضر في القرآن كله نجده تكرر ثمان مرات بعدد أبواب الجنة، سبحان الله. وإذا بحثنا عن اللون الأسود في القرآن نجده متكررا بالتمام والكمال سبع مرات بعدد أبواب النار، سبحان الله. سبحان الله، يعني كتاب أحكمت آياته، نعم. كتاب محكم. ولذلك فإن الخالق العظيم سبحانه وتعالى أودع هذه الآيات في رحاب هذا الكون. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد لنا السعادة، يريد لنا الخير في هذه الدنيا، وضع هذه الألوان لتكون وسيلة علاجية مجانية. نعم. يعني انظر أنت الآن إذا ذهبت إلى أي طبيب تتكلف الأموال والعناء الوقت وغير ذلك، كشف وغير ذلك. نعم. بينما الله تبارك وتعالى وضع لك في الطبيعة من حولك هذا اللون الأخضر الذي يعني هو وسيلة للشفاء، وسيلة مجانية ذات بهجة، يعني نعم. يعطي بهجة للأنفس بهجة. نعم نعم, نعم. نعم. إذن اللونين الأصفر والأخضر، نعم. فيهما، نعم. إشارات قرآنية، نعم. وفيهما، نعم. تأثيرات نفسية، نعم. طيبة، نعم. حضرتك أفضت في الإشارة إليها بشكل، نعم. ممتاز، نعم. هناك هناك تفضل. قبل أن يعني عفوا تفضل، لا لا أزدنا من هذه البركة. نعم، الحقيقة موضوع الألوان يعني موضوع طويل جدا وممتع، يعني حقيقة يعني، نعم. كم عدد ألوان الطيف الضوئي؟ قوس قزح سبعة، نعم. معروف يعني حقيقة علمية. كم آية في القرآن تتحدث عن الألوان؟ ماذا تتخيل معي؟ سبع آيات، سبحان الله. سبع آيات تحدثت عن الألوان، ذكرت كلمة ألوان، ألوان، نعم. بعدد ألوان الطيف الضوئي، نعم. سأذكر لك الله. هذه الآيات، نعم. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، هذه واحدة. جمهور دواء من السماء عادة بيحضروا مع المصحف أحيانا. نعم نعم. إذن النحل 13 إذا أحب أن يتابع معنا. نعم. الآية الثانية يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، هذه آية أخرى في النحل. النحل أيضا. سبحان الله. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وهنا إعجاز أيضا. نعم. يحتاج إلى حديث طويل. نعم. اختلاف الألسن اللغات والألوان، نعم. ثلاث آيات. الآية الرابعة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، نعم. الآية الخامسة ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه ألوانها وغرابي بسود، نعم. الآية الخامسة. الآية السادسة ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم. الآية السابعة والأخيرة ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، سبع آيات تحدثت عن
الألوان واختلاف الألوان واختلاف دائما آية، لأن تمايز هذه الألوان، الماء واحد كما قلنا، والشمس واحدة، والتراب واحد، والهواء واحد، ويحدث هذا التنوع الهائل، فهي آية من آيات الخالق تبارك وتعالى. الحقيقة اللون هو وسيلة للتذكر والتفكر، لأنك تجد هذه الآيات غالبا بماذا ختمت؟ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون، إن في ذلك لآيات للعالمين لأولي الألباب، إشارات علمية لنا نحن المسلمين، مخاطبة للعقل، مخاطبة للعقل، أي أنك أيها المسلم ينبغي أن تتفكر في هذه الألوان واختلافها، وستخرج بحقائق مبهرة. للأسف الشديد أن الغرب هو الذي يتفكر وهو الذي يستخرج الألوان بالضبط. نحن قصرنا. الإشارة القرآنية موجودة لدينا منذ 14 قرنا. والحقيقة أنا كنت بالأمس على قناة الرحمة وبموضوع السبق العلمي للقرآن الكريم، يعني قلنا إننا دائما نحن المسلمين مقصرون في اكتشاف هذه الحقائق. الله من رحمته وكرمه أنه من علينا بكثير من الأفكار والحقائق والعجائب والحقائق العلمية، ذكرها في القرآن. وينبغي علينا نحن المسلمين أن نستخرج هذه الحقائق ونقوم بالبحث العلمي ونظهر للعالم أجمع روعة هذا الدين. يعني مثلا الشفاء بالقرآن، كثر المشعوذون والدجالون وغير ذلك، يعني وكلهم يدعي أنه، مع العلم أن الشفاء بالقرآن صحيح، النص القرآني واضح، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لماذا لا يكون لدينا أبحاث علمية مؤصلة وتجارب وقد موثقة؟ بدأت فعلا دكتور أحمد القاضي رحمه الله في المعهد الطب الإسلامي في كاليفورنيا، عمل بداية وكانت جميلة. يعني كان مفترض أن ننطلق بعدها، لأن حصلنا على نتائج بدائية أو يعني ابتدائية في أيدينا. يعني لابد كانت أنها تغري العلماء أن يواصلوا هذا الجهد في هذا الاتجاه. سبحان الله سبحان الله. هنا أمامي يعني الحقيقة شيء عجيب. ما هو؟ أنت تعلم أن اللباس الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللباس الأبيض الزي. يعني تعرف المسلمين في الحج، في الإحرام، في اللون الأبيض، يعني يتميز يعني اللون الإسلامي الأكثر هو اللون الأبيض. سبحان الله، اللون الأبيض أكثر الألوان ذكرا في القرآن، أكثر لون ذكر في القرآن ذكر الأبيض في القرآن. يعني قلنا الأسود 7 مرات، الأخضر 8، الأخضر. ولكن ماذا قال تعالى؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا ممن بيضت وجوههم يوم القيامة. آمين يا رب. آمين. فسبحان الله، يعني موضوع الألوان موضوع طويل ويحتاج إلى وقفات، ولكن يكفي المؤمن أن يحمد الله على هذه النعمة. وأنصح كل إنسان، يعني نحن دائما هذه الآيات الإعجاز ينبغي أن تنعكس على حياتنا. يعني حتى هي ليست آيات علمية فقط، لابد أن يكون لها بعد إيماني عقائدي تماما، وبعد عملي تطبيقي، يعني هذا ما يتميز به القرآن. يعني نحن مثلا لو أن أحدنا علماء البرمجة اللغوية العصبية عندما يختارون قائدا وعندما يدربون فن القيادة وغير ذلك، يقولون لابد أن تأخذ شيئا من وقتك كل يوم لتتنزه بين الحدائق وتجلس ولو ربع ساعة للتأمل. ولكن للأسف هم ليس لديهم سوى يتأملون في أشكال، في أشكال الطبيعة. نحن الله أكرمنا بنعمة الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والحقيقة هذا بحث علمي سوف نتناوله بعد قليل، موضوع الخشوع وأثره على ناصية الإنسان. نعم.
في عالم الأطفال. نعم. عالم الأطفال عالم مبهج والناس بتحب كلها، ما فيش حد ما بيحبش ينظر إلى الأطفال. نعم. المؤمن والكافر والكبير والصغير والرجل والمرأة، كل الناس تحب الأطفال والتعامل مع الأطفال. نعم. والأطفال بطبعهم يحبون الألوان، يتفاعلون مع الألوان. نعم. حتى نعم. يعني كل ألعابهم تلاقيها ملونة، البالونات التي يعني يحدث بها اللعب والمرح في الأعياد وفي غير ذلك، يقرب بها الكبير لهم الفرحة بأن هي دي بالونة صفراء والأخرى حمراء والثالثة زرقاء وغير ذلك. فهل هناك تأثير للألوان في عالم الأطفال؟ الحقيقة من الحقائق العلمية الجديدة يعني حقيقة أن الطفل يبدأ منذ الأشهر الأولى بتعلم أو التمييز بين الألوان. سبحان الله. سبحان الله. يعني أنا لدي الآن الشريحة أو الصورة أريد أن أظهرها الثالثة. صورة رقم ثلاثة. نعم. نعم. يعني سبحان الله. نعم جزاكم الله طيب. انظر إلى موضوع التعلم، تعلم كل شيء طبعا وبخاصة موضوع الألوان والتمييز بينها والنطق. وجدت دراسة حديثة أن الطفل منذ أول يوم لولادته يتمتع بقدرة فائقة على التعلم وبخاصة وهو نائم. سبحان الله. طبعا هذه دراسة منشورة في مجلة لايف ساينس الشهيرة. نعم. عام 2013. منذ حضرتك اخترت لنا صورة طفلة جميلة نائمة. نعم. وهذه الأجهزة هي مجسات لالتقاط إشارات. نعم. الموجات الكهرطيسية الصادرة من الدماغ. الكهرطيسية للمشاهد المصري هي الكهرومغناطيسية. نعم. إخواننا في سوريا دائما يختصرونها كهرطيسية. كهرومغناطيسية. نعم. فهذا الطفل يبدأ التعلم منذ أول يوم لولادته ويصدر موجات كهرومغناطيسية كرد فعل على المعلومات التي يسمعها. وبما أن الطفل يمضي معظم وقته في النوم، لذلك ينصح العلماء باستغلال هذه الفترة لتعليم الطفل. ويقول العلماء إن دماغ الطفل المولود حديثا يحوي بحدود 100 مليار خلية عصبية مبرمجة مسبقا ليلتقط المعلومات ويحللها بدقة. ويعتبر العلماء هذه الظاهرة بمثابة معجزة للطبيعة، ولكن الحقيقة أن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وهو الذي خلق النوم وجعله آية ومعجزة. قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله سبحان الله. الله سبحان الله. حضرتك ربطت لنا هنا. نعم. شيء طيب جدا. نعم. علاقة التعلم أثناء النوم وآخر الأبحاث اللي بتتحدث حول. نعم. التعلم لدى الأطفال. نعم. لذلك أنا وضعت أو هي طريقة معروفة. نعم. لدى العلماء يحاولون استغلالها اليوم، وهي التعلم أثناء النوم. نعم. يعني فضل حضرتك معروفة للعلماء من أمثال حضرتك، إنما النهاردة دي فائدة عظيمة. نعم. نقدمها. نعم. لمشاهد. نعم. الصحة والجمال وبالتحديد. نعم. دواء من السماء. نعم. نعم. علماء الغرب اليوم يقومون بأبحاث على الأطفال وعلى الكبار للاستفادة من هذه 6 أو 7 ساعات التي ينامها الإنسان. طيب احنا. نعم. معنا اتصال من السعودية. نعم. وهو صدق. يعني مكان غال علينا جميعا. نعم. فأحبابك عايزين ربما يرحبوا بيك ونأخذ هذا الاتصال بشكل استثنائي. صدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك دكتور محمد، بارك الله في ضيفك الكريم. أهلا وسهلا أم عامر. بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم. والله نسعد كثيرا بمثل هذه البرامج الراقية والغنية والثرية التي تعلمنا ونستفيد منها. جزاك الله خير. وتزيدنا اعتزازا بهذا الدين العظيم. أهلا بكم. الله يخليك. لو سمحت لي يعني حول قوله تعالى يعني الآيات الخاصة بألوان الجبال والنبات وكذا وكذا ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. نعم. هل في هذا إشارة أو فائدة علمية وهي أن كل بيئة بجبالها ونباتها وثمراتها وكذا تكون وأناسها يعني تفيد يعني تخص أولئك الناس بالغذاء والدواء وتكون أفضل من بيئة أخرى لو هاجر الإنسان من مكان إلى آخر ليكون الغذاء لموطنه الأصلي
أكثر فائدة لجسمه، خاصة عند العلاج أو الدواء وكذا. نعم جزاكم الله خير. إن سمحت لي بتساؤل آخر. عظيم. يبقى السؤال الأول كان تأثير الألوان في البيئة نفسها، سواء في الغذاء أو في الدواء أو غيره. علاقة الإنسان بالبيئة التي هو فيها. نعم جزاكم الله خير. علاقة الإنسان من ثم الغذاء والدواء. نعم. هل يكون أفضل ما يكون غذاؤه ودواؤه من بيئته، من أرضه، من نباته التي نشئ عليها؟ أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم أخذ من تراب الأرض جميعها وكان آدم ومن بني آدم كان الأحمر والأبيض والأسود مختلفي الألوان. نعم. وهكذا. نعم. والأجناس والأمزجة. نعم. فهل هذا يناسب ذلك؟ السؤال الثاني، كما تفضل بالأمس الدكتور الفاضل على قناة الرحمة بأن ليتنا نحن نقوم بأبحاث علمية لتكون شواهد حق على هذا الدين العظيم، فلدي كان هذا التساؤل، وهي دعوة للدراسة العلمية حول علاقة الإيمان بنوع عرق الإنسان، فرائحة المسك التي كانت تفوح من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تعرقه، ومدى علاقة ذلك بالطاقة الإيجابية التامة والكاملة والخاصة به طبعا صلى الله عليه وسلم. لكن هناك كان صاحب المسك وهو المسكي، حينما بسبب تقواه فقد تحول عرقه إلى رائحة المسك والتي أصبح يسمى بها وهو المسكي. نعم. فهل درجة الإيمان لها علاقة بنوع عرق الإنسان؟ يعني تساؤلاتنا عديدة. نعم. ليست تستضيف هذا. هذا أيضا سؤال طيب، وهذا وإن شاء الله تستمعي إلى الإجابة من المهندس عبد الدائم الكحيل الباحث بالإعجاز العلمي. معامر، نحن نشكر لك هذا الاتصال وهذا الوعي والبعد في البحث في إعجاز القرآن الكريم. الحقيقة أنا عايز أبشرها وأبشر كل من يتساءل في باحث متميز جدا، وهو شاب صاعد واعد اسمه الدكتور محمد رفعت، وهو أخ حبيب عضو من أعضاء هيئة الإعجاز العلمي، بيبحث في موضوع المسك ودوره العلاجي بشكل متوسع جدا في جامعة المنصورة، وإن شاء الله قريب يطبع لنا النتائج. فنحن جميعا أبناء الإعجاز العلمي في كل مكان، العلم رحم بيننا. نعم. تحب تعلق على أسئلة أم عامر؟ نعم. بالنسبة لموضوع الألوان وعلاقتها بالبيئة، هناك علاقة رئيسية. نعم. لكل إنسان ببيئته. نعم. يعني ليس فقط الثقافة تؤثر، العادات، التقاليد. نعم. الدرجة يعني في الحرارة. أفريقيا نجد بيئة معينة فيها. نعم. فواكه معينة. نعم. وشكل. نعم. خضرة معين. نعم. مختلفة عن أوروبا. نعم. عن أسيا. عن نعم. هناك. نعم. دراسات. نعم. حقيقة يعني تؤكد أن أن الإنسان يتأثر ببيئته قبل أن يولد، قبل أن يولد يعني هو في بطن أمه. في بطن. نعم. أمه. نعم. ومن خلال الطعام الذي يتناوله. نعم. خلال تتناول الأم المواد البسيطة التي تصل إليه. نعم. ويتأثر بالأصوات التي يسمعها أيضا. نعم. ويتأثر وهو في بطن أمه. نعم. ويتأثر بالترددات الصوتية وغير ذلك والأغاني وغير ذلك. نحن ننصح بتلاوة القرآن طبعا. نعم. الآن سنأتي على هذا الحديث. نعم. دراسات تقول إن أفضل غذاء للإنسان هو ما يجده في بيئته التي خلقه الله تعالى فيها. يعني لذلك الله تعالى يختار لك أيها الإنسان المكان الأفضل ويخلقك فيه، فلا يكرهن أحد مكانه أو مكان يقول لماذا أنا خلقت هنا. نعم. لو أنني خلقت هناك. نعم. أو كذا. الله. نسمع فعلا ناس كثيرة يقول. نعم. لك يعني يقول لك مش إحنا نكون عايزين نعيش في الحتة الفلانية. أو في هذا المكان. فلذلك الله تبارك وتعالى. طب إحنا ليه بنحب سوريا قوي يا باشمهندس عبد الدائم؟ سيدي أحبكم الله. الله يبارك. لأننا نحبكم. الله أحبكم. فالمهم هذه البيئة لها تأثير على شخصية الإنسان، والألوان الموجودة فيها لها تأثير. والحقيقة هناك شيء آخر أيضا، أن الإنسان ينبغي أن يعني هناك طريقة في العلاج من خلال تغيير البيئة أحيانا. يعني من فوائد السفر وخصوصا إلى مكة المكرمة ورؤية هذا المشهد المهيب حقيقة، يعني أيضا هو طريقة في العلاج. نعم. لذلك يعني أشكر الأخت الفاضلة التي نبهتنا إلى هذه الآية، ومن الناس
والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ماذا قال بعدها؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني هذه الحقائق العلمية تحتاج إلى أناس يتفكرون ويتدبرون وهم يعني علماء. وهنا أود أن أصحح كثير من الناس ربما يعتقد أن الله هو الذي يخشى. حاشا لله، لا حاشا لله. يعني إنما يخشى الله، يعني نعم. إن الذي هنا ما بمعنى نعم. الذي في اللغة العربية، نعم أحسنت. إن الذي يخشى الله يعني أشد الناس خشية لله وخوفا من الله، نعم. العلماء، نعم. إن الذين أو الذي يخشى الله هم نعم. العلماء. حتى هنا في نعم. الإعراب العلماء جاية فاعل، نعم. عشان العلماء كده مرفوعة نعم. بالضمة، نعم. ولفظ الجلالة الله جاي في موضع إعراب نعم. مفعول به، نعم. يعني يخشى العلماء الله، نعم. نعم. إنما يخشى الله نعم. من عباده العلماء، نعم. إن الله عزيز غفور. بالنسبة للسؤال الثاني، موضوع التعرق والعرق وغير ذلك، الحقيقة كل إنسان يفرز رائحة خاصة به، نعم. وله بصمة خاصة على فكرة، يعني هذه أيضا من الاكتشافات العلمية الحديثة، وحتى هذه نلاحظها، نعم. يعني نعم. في ملاحظة كده يقول لك حتى في سورة سيدنا يوسف، نعم. يوسف عندما يعقوب، نعم. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فالحقيقة تتغير رائحة العرق من شخص لآخر ومن بيئة لأخرى ومن ظرف لآخر. وسبحان الله هناك ملاحظة لاحظتها وتحتاج إلى دراسة، أن المؤمن الذي يتوضأ ويحافظ على الصلوات وقراءة القرآن تجد أنه أن له رائحة مميزة الله نظيفة. أكبر الله أكبر. فكيف برائحة سيدنا محمد هذه صلى الله عليه وسلم؟ يعني نجريها كبحث، يعني هذه فكرة تحتاج نعم. لبحث نعم. علمي وبحث طيب بسيط. بمناسبة الذكر والصلاة، نعم. فواحد من أفضل ما رأيت في حياتي من الدعاء فضيلة الشيخ طه اللبان يهاتفك للترحيب بك، يعني بارك الله. فضيلة الشيخ طه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ اهلا بكم فضيلة الشيخ طه. الاول حاجة بنرحب بالبشمهندس عبد الدايم، وان شاء الله بإذن الله نرجو القبول عند الله عز وجل، الله يرفع قدره، وان يعز به الاسلام وان يعزه بالاسلام، اللهم امين، وان يرزقهم الله تبارك وتعالى النصر القريب ان شاء الله تبارك وتعالى، اللهم امين، اللهم امين. الموضوع طبعا ندعو لسوريا ليلا نهارا، عاوز اتكلم يعني فيه ان هو القرآن الكريم هو الشفاء لما في الصدور، وهو شفاء لجميع العلل، وينبغي علينا جميعا أن نتابع القرآن من أول حرف إلى آخره. حسنت. فهو مليء بالأسرار، نعم، كما علمتمونا في سيادتكم، رفع الله قدرك. وطبعا القرآن علمنا أن الإيمان هو الذي يغير هذه البيئات ويغير جميع كل ما يحتاج الإنسان إلى تغييره بفضل الله تبارك وتعالى. فبالإيمان غير الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الجزيرة العربية بأكملها، وجعل عبدة الأوثان عبادا للرحمن لا مثيل لهم في الدنيا ولن يتكرروا. نعم نعم. وبأمر الله تبارك وتعالى الإيمان سيعود إلى القلوب وسيعمر هذه القلوب وسينويرها. والله ربنا يستخدمكم وإيانا في هذا الأمر شطاه. أنا من فضيلة البشمهندس عبد الدايم، نعم. إن القرآن شفاء، وشفاء للماديات والمعنويات، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فهذا القرآن الذي غير الله تبارك وتعالى به العالمين على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة والسلام، نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الآونة على مستوى العالم بأسره، جزاك الله، ولن تعود لنا قائمة بغير نعم. القرآن الكريم. نعم أحسنت. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عالج هذه العلة فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فلذلك ينبغي علينا أن نلتف حولكم، نعم. وأن نسمع إليكم وأن ننهل من علمكم، جزاك الله خير، لأننا في أمس الحاجة إلى فك هذه الرموز التي تقومون بها بأمر الله تبارك وتعالى. ونحن ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ندين لكم بالفضل بهذه اللقاءات التي نجلس
فيها تحت أرجلكم. بارك الله فيك. وكما علمتمونا بفضل الله تبارك وتعالى. والقرآن زي ما بتعلمونا هو 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 السبيل، هو السبيل لنصرنا وهو السبيل لعزنا. ولدرجة أنني قرأت أثرا أن عبد الله بن عباس قال لو ضاع نعلي لوجدته في كتاب الله. نعم هو أشار لذلك. القرآن هو الأساس في حياتنا. وعايز يشير أن القرآن يحتوي على كل شيء في هذه الهيئة العلمية، إبراز هذه الحقائق. ونحن نجلس مشروح الصدر بفضل الله تبارك وتعالى، وكم أخذنا من علمكم ونزككم على الله عز وجل. شكر الله لك. برضو كانت يعني قرأت أن الدكتور سعد ظلام رحمه الله كان عميد كلية اللغة العربية في الأزهر الشريف، قال أبيات شعر جميلة أوي أوي في القرآن. وطبعا بمناسبة أن احنا أمة اقرأ، ولازما العود الحميد إلى القراءة والتنفيذ على الأرض بأمر الله تبارك وتعالى. فبيقول فيها اقرأ ويا لك من شعار أعظم، اقرأ شريعة مرسل ومكرم، اقرأ يعلمك الذي بجلاله قد علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ وتبدأ رحلة الدنيا إلى عصر الحضارة والكتاب المحكم، وتعي الحوار تقول سحر ما أعي، وتعود تنصت للحوار الأعظم، ملك من الفردوس جاء معلما، أكرم به من وافد ومعلم، النور في شفتيه بين يديه ملء فؤاده وعلى الفم، يا ليلة الوحي العظيم عن الرسالة والرسول تكلمي، يا ليلة الوحي النبيل هزي كل النوم. فلا بد من أن يفيق جميع أفراد الأمة وأن يبحثوا عن حضارتهم وعن مجدهم في القرآن والسنة، وهما خير ميراث. ولذلك عاب أمير الشعراء شوقي على هذه الأمة التي أصبحت في خمول وبين يديها أسباب الحضارة والسعادة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق ثبات، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الله أكبر. جزاك الله خيرا عنا فضلت شيخ طه، والله هذه إضافة وثراء لهذه الحلقة. وتابعنا نحن يعني في حاجة أنه يبقى علماء من وزن فضيلة المهندس عبد الدائم الكحيل، مع دعاء من وزن فضيلة الشيخ طه اللبان، مع تلامذة وطلاب علم يعني يتبعونهم مثل الفقير إلى الله. دي الحقيقة تعمل منظومة في المجتمع المصري تغير من التفكير وفي المجتمع العربي والإسلامي كله، حتى تنهض هذه الأمة بإذن ربها وبالعلم الكامن في كتاب ربها وفي سنة نبيها. حقيقة أشمهندس عبد الدائم، نعم، تعليق حضرتك. أعلق جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا التعليق الإيماني الطيب. والحقيقة القرآن كله شفاء، ولكن هناك عبارة قد يساء فهمها خصوصا لدى أعداء الإسلام، يعني الذين يتربصون بأي كلمة ربما تفهم خطأ، يعني عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. لا أدري مدى صحة الأثر، ولكن إذا كان صحيحا ابن مسعود عفوا لو ضاع نعلي لوجدته في القرآن، هو لا يقصد أن يجد إنما يقصد أنه يلجأ إلى الله، مثلا يقول واذكر ربك إذا نسيت، فيرشده الله إلى أن يجد هذا النعل، وليس أنه المقصود لوجدت ما أجد به نعلي في القرآن. أيضا آيات تساعده على أن يتذكر. أو أن يعني مثال على ذلك سيدنا هود عليه السلام، ماذا قال؟ والآن سنتناول حديث الناصية. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الناصية هي مركز القيادة لدى الإنسان. وكان دعاء النبي كثيرا يتكرر، يقول ناصيتي بيدك. أي أنك يا رب أذكر الصباح والمساء يوميا. أنت تأخذ بهذه الناصية وتقودني حيث تشاء، والله لا يدلك طبعا إلا على طريق الخير. لذلك فإن يعني موضوع أن تجد كل شيء في القرآن موضوع صحيح، لأن الله ماذا قال؟ ونزلنا عليك القرآن ماذا؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فهو الكتاب الذي فيه تفصيل وبيان لكل شيء. سبحان الله. في الدقائق العشر القادمة حضرتك دخلت بينا إلى الناصية. هناك أسرار للناصية، وهناك علاقة لهذه الناصية بالإبداع
والقيادة. نعم. وهي من الروائع في الإعجاز النفسي أيضا في القرآن الكريم. نعم. فماذا يخبرنا القرآن عن ذلك، وماذا وجد الإعجاز العلمي في هذا السياق؟ نعم. الحقيقة بدأ العلماء حديثا يعني منذ تقريبا 30 سنة باكتشاف أسرار الدماغ، ووجدوا فيه يعني تقريبا مئات المليارات من الخلايا، مئات المليارات من الخلايا العصبية، تصور في حجم الدماغ، وكلها تعمل بتناسق مبهر. ويقول أحد العلماء بعد دراسة طويلة للدماغ، يقول إن كل خلية من هذه المليارات الخلايا، يعني آلاف الملايين من الخلايا، تعمل كل خلية مثل كمبيوتر معقد، تعمل بنظام محكم وتناسق عجيب. سبحان الله. ويقول إننا لو أردنا أن نأتي كل خلية كل خلية من المليارات من المليارات من مئات المليارات، وكأن كأن في الدماغ مئات المليارات من أجهزة الكمبيوتر. بالضبط. سبحان الله. يقول لو أردنا أن نضع فرضا 1000 كمبيوتر ونريد أن نقوم بالتنسيق بالعمل بينها، نحتاج إلى ربما 2000 أو 3000 مهندس للتنسيق والإشراف فما بالنا بمئة أو أكثر من 100,000,000,000 كمبيوتر موجود هنا في الدماغ. سبحان الله العظيم. يعني هذه تدعونا للتفكر في قوله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذلك فإن يعني أود أن أعرض في البداية هذه الصورة السادسة رقم 6. صورة رقم 6. نعم. نعم. الحقيقة هذا جهاز يعتمد عليه العلماء كثيرا في أبحاث الدماغ. العلماء اليوم يستخدمون هذا الجهاز المتطور. نعم. الذي هو يسمى جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. يدخلون المريض هكذا داخل زي مظاهر في الصورة، زي مظاهر. نعم. وهنا أجهزة الكمبيوتر ترصد نشاط الدماغ وحركة. نعم. الدم في الدماغ. نعم. نعم. فطبعا العلماء باستخدام هذا الجهاز، وللأسف كان الأجدر بنا نحن المسلمين أن نستثمر مثل هذا الجهاز الذي يعني الحقيقة لا يوجد إلا في بعض الدول المتطورة مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا. وهو جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي موجود هنا في بلادنا. نعم. ولكن لا يستخدم في البحث بهذا الشكل. نعم. يعني تشخيص الأمراض هنا فقط. هنا الأجهزة رنين مغناطيسي، ولكن هذا وظيفي، يعني. نعم. له وظيفة أكثر، مختص بالدماغ. نعم. فهذا لا يوجد إلا في بعض الدول المتقدمة، ولكن. نعم. الأجهزة الموجودة هنا للأسف لا نستخدمها في. نعم. فقط في التشخيص. نعم. نعم. سبحان الله، يعني عندما نتأمل دماغ الإنسان نجد أن كل جزء له مهمة. سبحان الله. ويقول العلماء إن أهم منطقة، وهي التي تشرف على القيادة وتوجه الإنسان، وحتى الكائنات الحية تتوجه بواسطة هذه الناصية أعلى مقدمة الرأس، تسمى بريفرونتال لوب، يعني الفص الأمامي أو ما قبل الأمامي، يعني القريب من قشرة الدماغ. نعم. من القشرة الخارجية. يقولون إن هذا الجزء مهم جدا في عملية اتخاذ القرار. نعم. يعني اليوم هناك علوم وآلاف العلماء وعشرات الآلاف من الكتب ألفت وبيع منها ملايين نسخ، ملخصها كيف يساعدونك على اتخاذ القرار الصحيح. لأننا اليوم ببساطة قرار خاطئ قد يكون سببا في كارثة. لا. قرار واحد خاطئ. لا. الله تبارك وتعالى أودع آيات في القرآن يشير بها إلى هذا الموضوع. قال على لسان سيدنا هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. أشار إلى هذه الناصية. نعم. ماذا قال بعدها؟ انظر إلى الربط القرآني، يعني القرآن كله مترابط. نعم. ربط بين الناصية وبين الطريق الصحيح المستقيم. قال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أي
أن الله تبارك وتعالى إذا أسلمت هذه الناصية لله تبارك وتعالى فسوف يهديك إلى هذا الطريق إلى الله. القرار الصحيح الله. سبحان الله. الله. لذلك كان في أذكار النبي في الصباح والمساء ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ ناصيتي بيدك. انظر يعني سلم الأمر حتى قبل النوم، اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. كان النبي يتبرأ من حوله وقوته ومن أي شيء يعني من دون الله، كل شيء يرده لله تبارك وتعالى. ولذلك نقول يعني أنا أنصح كل إنسان حقيقة إذا أراد أن يتخذ قرارا لا يستشير أي شخص، بعد ذلك يستشير الله أولا. يستخير. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة، حتى مهما كان القرار بسيطا ينبغي أن تتوجه إلى الله، لأن هذا يعطيك راحة نفسية. الحقيقة هل تعلم أن هناك كثير من الأمراض أهمها القلق، وربما يتحول إلى مرض مزمن ويحتاج إلى علاج وأدوية وغير ذلك، سببه التردد في اتخاذ القرار. يعني عندما الإنسان يكون لديه خيارات كثيرة ويحاول أن يختار ولا يستطيع، ويسبب له هذا النوع القلق والسهر وقلة النوم واضطرابات في نظام عمل القلب وغير ذلك، ولا يستطيع أن يفعل شيء، الله تبارك وتعالى علمنا ذلك بأن نلجأ إلى الله من خلال هذه الآيات الكريمة. الله أكبر، الله أكبر. وذكرت الناصية أيضا في سورة العلق، ناصية كاذبة. هذا بحث آخر. نعم أيضا. نعم. ولكنها إشارة إن أنها مركز لاتخاذ القرار، مركز الكذب نعم. نعم. تفضل. تريد أن نتحدث عن الكذب والخطأ؟ والله إحنا نحن معنا خمس دقائق نختتم بها هذه الحلقة. نعم. ويعني هي متروكة لك يعني تختتم لنا كيفما أردت، وإن شاء الله أنت وعدتنا أن عندنا تواصل بإذن الله في دواء من السماء في الحلقات القادمة إن شاء بإذن الله. فماذا تحب في الخمس دقائق القادمة إن شاء الله أن تضيف؟ يا سيدي الكريم، سبحان الله، يعني القرآن أنا لي تجربة مع القرآن الكريم أريد أن أحدثك عنها. الله أكبر. والله يعني لقد كانت حياتي قبل القرآن لا تساوي شيئا. نعم. القرآن منحني القدرة على الإبداع، هذا أولا. نعم. ربما يعجب الكثيرون كيف يمكن. نعم. هذه اللغة العربية التي أنطق بها بمنتهى السهولة، يعني لا أبذل أي مجهود. حقيقة لم أدرس اللغة العربية وليس لدي تخصص، ولكن من القرآن أخذت اللغة العربية وتعلمتها من القرآن، لم أدرس قواعد اللغة. وأستمتع عندما أتحدث باللغة الفصحى، تجدني أكثر متعة وارتياحا من اللغة العامية. سبحان الله. القرآن الكريم الحقيقة منحني شيء مهم، السعادة. إنك عندما تعيش مع الله سبحانه وتعالى، تعيش في جو الآخرة، تعيش في جو لقاء الله، في جو من الجنة والنار والنعيم، وتتصور أن هذه الدنيا هي ساعة فقط، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، سوف تدرك على الفور أنه لا يوجد شيء في هذه الحياة يستحق التفكير ويستحق الحزن ويستحق أن يعني تذهب نفسك وحياتك من أجله. لذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اليوم تجد الكثيرين في بلاد الغرب يتذكرون كل شيء وينسون أنفسهم، فتجد لديهم الاكتئاب، الحزن، القلق، وغالبا ما تنتهي حياتهم بالانتحار. سبحان الله، سبحان الله العظيم، سبحان الله. فلذلك نحن من الله علينا بهذه النعم الكريمة التي ينبغي أن نقول وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. هذا خير ختام فضيلة المهندس الباحث عبد الدائم الكحيل، حبيبي وصديقي وأخي في الله، وهو من العلماء المتميزين. يبقى أنه من يحتاج إلى المزيد والمزيد في تتبع المهندس عبد الدائم الكحيل، موقعه مفتوح وبتسع لغات، ومجاني أيضا، ومجاني، وحاطط عليه حاجات كتيرة، أو اللي عايز يحمل واللي عايز يتناقش واللي عايز ينشر
وهو سهل كحيل 7.com كحيل KHEEL7.com او على جوجل كحيل بالعربي مباشرة ان شاء الله. نعم. تطل عليك هذه الصورة البهية لهذا الشخص الجميل. اسأل الله عز وجل ان يوفقه وان يديم عليه نعمة العمل بالقرآن والعلم بالقرآن، ويكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة بسبب القرآن جميعا يا رب العالمين. الحقيقة بالأصالة عن نفسي وعن أسرة قناة الصحة والجمال، وبالنيابة عن حضراتكم معاشر مشاهدي دواء من السماء وقناة الصحة والجمال، أتوجه بعميق الشكر وخالص الدعاء لأخي وحبيبي والباحث عبد الدائم الكحيل من سوريا الحبيبة، التي نسأل الله عز وجل أن يفرج كربها عاجلا غير آجل، وإن شاء الله هو على وعد بالتواصل معنا في الحلقات القادمة مباشرة من دواء من السماء. فتابعونا في كل يوم سبت في 10:15 مساء مع البشمهندس عبد الدائم الكحيل لفترة إن شاء الله تطول، ونتمنى أن هي تطول أكثر ما تطول حتى نتابع، لأن الحقيقة كان في موضوعات كثيرة جدا معدة وهي مليئة بالإعجاز النفسي في القرآن، وهذا الجانب لم يكشف عنه على فكرة. نعم لم يعرف حقه خالص. نعم. إعجاز النفسي في القرآن. نعم. يعني هي روائع وهي أسرار في الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، وهي موضوعات متنوعة وشيقة، فإن شاء الله نتابع في الحلقات القادمة من خلال ضيفنا الحبيب المهندس عبد الدائم الكحيل على دواء من السماء. أشكركم وأشكر من دخلونا، فضيلة الشيخ طه اللبان حفظه الله العالم المبدع، والأستاذة والسيدة الفاضلة أم عامر جزاها الله خيرا، ونسألكم الدعاء ونحبكم في الله ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.